اهلا يا اسراء، اتفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحتي انا كنت بس عايزه اسال الشيخ في حاجه. انا ببقى بصلي يعني، او مش بصلي في العموم، ببقى مثلا قاعده بحس اعوذ بالله بحس بكلام غلط بيتقال في دماغي، انا مش عارفه انا اللي بقول الكلام ده ولا وسوسه شيطان. يعني ممكن ابقى مثلا بصلي ومركزه في الصلاه وبقول القران وفي كلام وحش قوي بيجي في دماغي، يعني ده العياذ بالله بيجي كلام. أثناء الصلاة بس يا إسراء؟ لا أثناء في العموم يعني ممكن ابقى قاعده كده واعوذ بالله الاقي مثلا شتيمه جت في دماغي سيئه جدا واقعد استعيذ بالله واقول حاشا لله، بس ما اعرفش ليه يعني بتجي لي كتير الحاله دي، ما اعرفش ليه. ده بقالك قد ممكن إيه؟ انا لا كتير كتير يعني اوقات كتير بنساها خالص، يعني ممكن اقعد بالايام عندها كام سنة؟ وبالشهور طبيعيه جدا في صلاتي وفي حياتي عادي، وساعات الاقي مره واحده جت على دماغي حاجه وحشه جدا اقعد اقول يا رب يكون ده شيطان، مش انا اللي بقول كده عندك يعني. كام سنة ممكن يا إسراء؟ 24. ماشي يا إسراء، حاضر. طيب إسراء بقى بيجي لها صوت في ودانها، هل ده وسواس قهري ننصحها عندنا نوعين بطبيب من ولا ايه؟ الوساوس، في وسواس من الشيطان وفي وسواس من النفس. اما الوسواس الذي هو من الشيطان، اذا قال الانسان استعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انصرف عنه، خلاص ده راح بسهوله، لان ما يقدرش يعني. اما الوسواس الاخر هو وسواس النفس، اللي هو يسمى الوسواس القهري، الذي يقهر الانسان في توصيل ما يريد ان يصل اليه. فهذا من حديث النفس، ياتي نتيجه بعض الضغوط التي قد يتعرض لها الانسان لفتره طويله او ما شابه ذلك. والطريق ده علاجه مش في العبادات والذكر، الطريق ده علاجه عند الطب النفسي، لان هو هيقدر يعرف ايه الاسباب التي ادت الى هذا النوع من حديث النفس عن طريق الوسوسه القهريه، فيما اذا كان ده ضغوط نفسيه او عصبيه او بعض الامراض العصبيه التي قد تحدث طيب يبقى احنا وهكذا. نبدأ الأول بوصفة دينية، إذا لم يعني ما جابتش نتيجة ما نروح جابتش للطب نتيجة نروح النفسي. للطب، فإيه الوصفة بقى اللي الوصفة ممكن؟ الدينية ان هي تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه 3 مرات. اعوذ بالله السميع العليم من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. اي واحدة من الثلاثة بقى، ينفث في ودني او يعمل كذا او كذا، فاحنا بنستعيذ بالله من هذا. فاحنا لما نقول هذا الذكر ده، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جاء للانسان في صلاته فليستعذ بالله منه ثم ليدفل عن يساره، يعني بص على اليمين وينفخ كده كانه بيدفل يعني 3 بالهواء، مش بيدف، تمام كده 3. ده اذا جاء للانسان في حال الصلاه، فهذا شيطان يقال له خنزب كما سماه النبي عليه الصلاه والسلام، ياتي للانسان في اثناء صلاته. اما ما عدا ذلك فهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ذكرنا 3 مرات او 5 مرات. إذا لم تستطيع أن تتخلص منه، دخلت في قراءة آية الكرسي. فقراءة آية الكرسي أقوى علاج ناجح إذا كانت المسألة هكذا. تمام. إذا ذلك لم يأتي بنتيجة، ففي خواتيم سورة البقرة. إذا كل الخطوات الثلاثة، الاستعاذة أو آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة، لم تأتي لها هذا بفائدة، فهذا يسمى وسواس قهري، يحتاج فيه إلى الطب النفسي، يديله بعض الأدوية الكيميكالز عشان خاطر تساعده على، ممكن يكون في بعض عناصر في الدم منقوصة عند الإنسان بتؤدي إلى ذلك. ممكن يكون الجهاز العصبي لعند الإنسان في بعض أمراض عصبية تحتاج إلى علاج، وهذا يعرفه المتخصصون في العلم.